الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، أنبئيني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال سؤال كبير، والجواب عنه يحتاج أيضا إلى إجابة طويلة، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها أجابت عن هذا السؤال ببضع كلمات، لكنها تحتمل من المعاني الشيء الكثير. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. وفي هذا أن السؤال قد يجاب أيضا بسؤال، إذا كان الغرض من السؤال الذي يكون في الجواب، إذا كان الغرض منه توضيح المعنى و يعني توضيح القصد. فقالت رضي الله تعالى عنها: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. فقالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. إذن جواب بكلمات يسيرة، لكنها تحتمل المعاني العظيمة الجليلة. القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: تعني التحلي بآدابه، والتخلق بمحاسنه، والالتزام بأوامره وزواجره. وقال غيره من العلماء: كل ما فصل القرآن في محاسن الأخلاق مما قص عن نبي أو ولي أو حث عليه أو ندب إليه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متحليا به مستوليا عليه. هذه الكلمة التي ذكرها في توضيح القصد، ذكرها التوربشتي رحمه الله تعالى، كلمة عظيمة، لأنه قال: كل ما فصل في القرآن من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب مما قص عن نبي أو ولي، يعني في القرآن مثلا قصة نوح عليه السلام، وقصة إبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى ويوسف وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام، كل هذه القصص عن الأنبياء، كل ما فصل فيها من محاسن الأخلاق فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متحليا به. انظر إلى عظم المعنى. وأيضا غير الأنبياء الأولياء، قال: إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متحليا به مستوليا عليه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقد مدحه ربه تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وكفى بمدح الله عز وجل لخلق النبي صلى الله عليه وسلم دليلا، كفى بهذا دليلا. ومن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه صلى الله عليه وسلم قد تحلى بمكارم الأخلاق في كل أحواله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدح الله جل وعلا خلقه، وذكر عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق ومكارمها، مع ذلك كان يدعو الله جل وعلا أن يهديه لأحسن الأخلاق. كل هذه الأخلاق التي جبل عليها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يدعو الله جل وعلا أن يهديه لأحسن الأخلاق. تجد عند بعض الناس، بعض الناس يجد من نفسه شيء من الأخلاق السيئة أو العادات الذميمة، ومع ذلك تجده لا يدعو الله جل وعلا
بحسن خلق إلا شيئا يسيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما جبل عليه كان يدعو الله جل وعلا أن يهديه لمحاسن الأخلاق. روى مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، صلاة الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إذن مع ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا أن يهديه لمحاسن الأخلاق. وبئس الرفيق الأخلاق السيئة، بئس الرفيق الأخلاق السيئة. روى ابن قتيبة رحمه الله تعالى أن أيوب السختياني رحمه الله تعالى قد صحب رجلا في طريق فآذاه هذا الرجل بسوء خلقه، فلما فارقه أيوب رحمه الله قال: إني لأرحمه. فتعجبوا من أيوب رحمه الله تعالى كيف يؤذيه هذا الرجل بسوء خلقه ومع ذلك يقول إني لأرحمه. قال: نحن نفارقه ويبقى معه خلقه. يعني رحمه لأجل هذا الشيء، أنه يعني نحن الآن فارقنا وهذا الرجل يبقى معه خلقه السيء. وكما أسلفنا، من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله جل وعلا بحسن خلقه. فالدعوة إلى الله عز وجل بالقدوة هي أعظم وأكثر أثراً من مجرد الدعوة بالقول. وحتى التعليم بالقدوة والفعل أكثر وأشد أثراً من التعليم بمجرد القول. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ورأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال: هذا وضوئي، فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصلاة أيضا حينما يروه. ومالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض قومه فتعلموا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عنه قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن تعليم وتربية بالقدوة. وفي الحج أيضا كان صلى الله عليه وسلم يطوف على بعيره، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. إذن كل هذا تعليم بالقدوة والفعل. وقد جاء في الصحيح من حديث ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان ذاهبا إلى العمرة قبل إسلامه، فجاءت به خيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم يربطونه في سارية في داخل المسجد. انظر، هذا أعظم ما يكون بالدعوة، أعظم ما يكون من أساليب الدعوة، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الصحابة، يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف يتعاملون مع بعضهم 3 أيام، وكل ما يمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنت، أو ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عرف ما عند ثمامة من العقل، من جواب ثمامة رضي الله عنه، ومن صبر ثمامة وعدم خوفه من الموت. 3 أيام حتى أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فداء ولا من. خرج ثمامة رضي الله عنه ثم اغتسل ثم عاد إلى المسجد ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والله ما كان على وجه الأرض وجه ما كان على وجه الأرض وجه
أبغض إلي من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، إلى آخر الحديث، وهي الحديث بقية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.